مشاهدينا من البصرة، ينضم إلينا مراسلنا ستار المنصوري ليحدثنا عن إلقاء القبض على فرقة الموت المتهمة باغتيال المسؤولين والناشطين وأيضا عدد آخر من المستجدات الأخرى. نعم ستار، تفضل، ما التفاصيل لديك؟ نعم نعم، مساء الخير عليكم. الخبر الأبرز في مدينة البصرة ما أعلنه مصدر أمني حول تمكن مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة من إلقاء القبض على مجموعة ما تسمى بفرقة الموت المتهمة باغتيال المسؤولين والناشطين والصحفيين في مدينة البصرة. وأكد المصدر أن التحقيق ما زال جار معهم للتوصل إلى تفاصيل أكثر حول عمليات الاغتيالات التي قاموا بها، في حين أنه النائب عن سائرون في محافظة البصرة بدر الزيادي ارتأى نقل التحقيقات إلى العاصمة بغداد لضمان شفافية أكثر في التحقيق والابتعاد عن الضغوطات ربما التي تمارس على القضاء في هذا الجانب، في حين أكد ذوي المغدور تحسين الذي اغتيل قبل أكثر من عام على يد مجهولين بأنه تم التعرف على يعني قاتلي الناشط تحسين، وكذلك أنه سبق لأن يعني عبر منصات التواصل الاجتماعي أن تناولت خبر يعني إلقاء القبض على المجموعة التي قامت باغتيال محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي وسط مدينة البصرة منذ 9 أعوام، وذلك بحسب ما يعني ما نشر على صفحة شقيقه إسماعيل الوائلي بحسابه على منصات التواصل الاجتماعي. هذا ربما يعني الحدث الأبرز وما متداول اليوم على الساحة البصرية. وأعود بكم إلى استوديو الأخبار من البصرة، شكرا جزيلا لك.